اهلا وسهلا فيكم جميعا. هلا معكم عصام خوري. هلا انا مقيم بنيويورك، بس بالاصل نفوسي انا من منطقه جسر الشغور بالاساس، بس عايش كل حياتي كنت باللاذقيه، وهلا صرت مقيم بنيويورك. وانا صحفي وشوي صارت معي مشاكل بسوريا، فاضطريت اسافر واستقر برا، بس يعني دائما على تواصل مع اهل البلد ومعكم، وانا كثير مبسوط انه هلا عم احكي معكم. الهدف الأساسي اليوم من هذا الاجتماع هو اجتماع بسيط، بس بدنا نعرف شو الواقع اللي عندكم أنتو بمناطقكم بإدلب ومحيطه بالريف اللي إلها، وأنه كيف أنتو عايشين بشكل عام، وكيف عم تتعاطوا مع الأزمة الكورونا اللي عم تصير بالبلد. هلأ بعرف في كثير من الناس منكم بيقولوا أنه الأولوية عندنا الكهرباء، المي، الغاز، بعرف كل الأشياء موجودة، بس وقت نحن بنكون برا حسابات الناس الموجودين برا والمؤسسات برا شوي بتكون مختلفة عن حساباتنا، بيفكروا أنه كيف تعاطي الناس هنيك وكيف كذا. فأنا بتخيل أنه هاي بادرة أولى نحن بدنا نحاول ناخد آراءكم منكم مثل استطلاع، ونفهم شو نقاط الضعف الموجودة عندكم وكيف ممكن نقويها، ونتعاون كلياتنا، وبعدين ممكن نحكي هذه القصص كلياتها لكثير مؤسسات من الأمم المتحدة، من غيرها، من المؤسسات الدولية، لحتى نحاول نزيد كمية اللقاحات، وخاصة احنا هلأ خايفين بشكل كبير من أنه في موجة جديدة تصير هلأ من الكورونا ويصير إصابات أكثر. وبتعرفوا أكيد من كل واحد من بيناتكم خسر شيء، واحد غالي عنده وعزيز، سواء بالقصف من السلطة، سواء بالحرب، سواء بأي شيء. اليوم ما رح نحكي السياسة، رح نحكي بس بالشغلات اللي علاقة بالصحة. فبدي اياكم تكونوا بأريحية وتحكوا اللي عندكم، وتأكدوا أنه هذا الشيء رح نحكيه هلا رح يكون معنا، هو ما له داخل بالإطار الإعلامي، ما له تسويق الإعلامي، وما بيمس أي واحد بيناتكم بأي جزء من الخطر، لأن عم نحكي بس بالأمر الطبي وكيف نقدر نساعد بعضنا ونرتب الأمور. ففينكم إذا بتحبوا تحطوا صوركم أو تفتحوا فيديو، يعني هذا بيعطي مصداقية أكتر لألكم. إذا كان هذا الشيء بيزعجكم خلص منكتفي بهذا الشكل، كيف أنتوا حاطين أنه بدون صورة. فخذوا راحتكم والبيت بيتكم. وهلأ معنا هون في بهذا اللقاء في صديقنا إبراهيم من اتحاد الديمقراطيين اللي هو عم ينظم هذا الموضوع كلياته، وفي كمان صديقنا أسامة آغي، هو معنا بيشتغل بنينار بريس، وهو مدير نينار بريس، محرر محترف، وممكن كمان يعطينا وجهة نظر انه كيف الاوضاع بتركيا، وينقلنا التجربة مشان نقدر نوصل لنتيجة بسيطة. ونحن هذا الاجتماع ما بس انه معكم، عم نعمله مع ناس موجودين مخيمات بمختلف المناطق، فعم نقاطع المعلومات كلياتها ونوصل بالنهاية لنتيجة ونقدر نقدمها للمؤسسات الدولية. وهذا اللقاء مرعي من مؤسسة موجودة بتايوان كمان، فيعني نحن عم كل شيء رح تحكوه أنتوا تأكدوا رح نترجمه ونبعته كملخص، يعني مو كل شيء بالتفاصيل بس ملخص، لحتى نحاول نوصل صوتكم لأفضل طريقة ممكنة. ماشي يا جماعة؟ هلأ أنا بس عم أخذ الأسماء وهيك نوت سريع عنكم. هلأ عرفنا الأخت هنا وأخت شمس، وفي عنا نور، هلأ في عنا علا فيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا علا، كيفك حبيبي؟ علا كفاية. يا هلا علا كفاية. أوكي علا، بس بأي منطقة أنت مقيمة؟ إدلب المدينة. عفوا؟ إدلب المدينة. إدلب المدينة. وعلا بس لوين دارسة؟ شو مخلصة؟ شو عاملة؟ والله درسي بكالوريا أدبي، بس بسبب ظروف الحرب ما قدرت كمل، لأني كان وقت اللي أخذت البكالوريا كانت أول سنة صارت عنا هاي الظروف فما كملت. طيب ممتاز ممتاز. ماشي علا.
كويس كثير. طيب هلا رح نروح على بانا. بانا سامعتينا؟ ايه استاذ بنان. بنان سوري. بنان جقمور. جقمور؟ جقمور. اوكي. تمام بنان. هلين استاذ الله يعطيك العافية. يا هلا فيك. بنان كمان بس بدي اعرف المنطقة اللي قاعدة فيها. انا ساكنة بمدينة ادلب. اوكي. ولوين دارسة بس؟ والله وصلت للسنة الرابعة أدب إنجليزي. ومكفاية؟ لا والله ما كفيت، وقفت يعني بسبب الظروف. الله يعيني يا رب، إن شاء الله بتتيسر تزبط أمورك كلياتها. طيب كمان هلأ بدنا نضيف مروة هلأ كمان. اوكي. هلا عندنا غدير. استاذ هلا، كيفك غدير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك استاذ؟ تمام، ماشي الحال، كيف صحتك؟ الحمد لله. ايه غدير، بس باي وين تماما؟ وين ساكني؟ ايه بإدلب المدينة. كمان إدلب المدينة. الغدير بس الكنيين لإلك أنا، لأنه ما مسجل عندي بالورق هون. غدير جمعة. جمعة عاصم. وغدير كمان لوين دارسة؟ بدرس بكالوريا، بكالوريا علمي. يعني ما في أغلظ من البكالوريا. أنا بتذكر وقت قدمت البكالوريا انهلكت. بس يمكن أنتم ما عندكم قومية ولا أسا في قومية هلأ؟ لا العلمي ما فيها قومية، العلمي ما فيها. نيالكم أنا بتذكر كان أصعب شيء علي مادة القومية، أحفظ من هون ويطير من هون. حتى الأدب ما فيه قومي، من زمان ما عنا قومي. لغوة منيح، منيح، عظيم عظيم، لأنه نحن استوينا يعني. أنا بتذكر أحفظ من هون ويطيروا من هون، ما تزبط معي الحكاية أبدا. أوكي غدير، يلا هلا بنرجع لكم كلهاتكم. دانا أو دنيا؟ دينيا. ديانا شي حسن. دينا. ديانا شي حسن. ديانا. اوكي ديانا. من وين، من اي منطقة؟ كمان من ادلب. كمان من ادلب. اوكي. بكالوريا علم. عظيم. طيب و هلأ هون في أسامة آغي، هو صحفي، أنا ما رح أيد اسمه لأنه هلأ بشرح لكم عنه على السريع. هلأ هو عم يساعدنا ويشوف هلأ بشغلات. هو فينه يعرف عن حاله على السريع أخي أسامة؟ السلام عليكم جميعا. أول شيء أنا سعيد أن أتواجد مع جيلي الجديد من صبايان، من صبايان السوريات اللطيفات المحترمات. هاي واحد. اثنين، انا موجود طبعا في تركيا بغازيانتاب، انا رئيس تحرير صحيفه اسمها نينار بريس، تابع لمنظمه التنميه الاجتماعيه مع الاستاذ حسام خولي، وبنفس الوقت ايضا انا محرر صفحه الحوار والتحقيقات الصحفيه ب موقع نداء بوست. أنا عجوز ولست صغيراً، أنتوا كلكم شباب بس أنا جد، يعني جد أولاد. بالنسبة لي كورونا في تركيا، مشان أعطيكم فكرة صغيرة ومختصرة، بدأت الإجراءات الحماية بكورونا في تركيا من سنة 2020 الشهر الثالث، وأتذكر أنه إحنا تم حجرنا لمدة 90 يوم نضل بالبيوت إلا الضروري، بعدين إذا خرجنا من البيت لازم نلبس الكمامات ومعنا معقمات. إذا اضطرينا دي حالات ما ننزل بتكسي وبكذا، أيضا إذا لقينا ناس بالشارع مفروض ناخذ مسافة أمان.
دائما في مسافات امان مشان عدم انتقال الفيروس، فيروس كورونا. ان هلا هاي الاجراءات مع حمله تلقيح قامت بها الدوله التركيه، جابت او استوردت لقاحات مختلفه، منها فايزر، هاي فايزر بيونتيك اللي انا تلقحت منه، وفي بعضها امريكي بعضها روسي الى اخره. هاي لقاحات اخذت على جرعتين عموما، بين جرعه وجرعه اقل شيء 20 يوم، تساعد على مقاومه المرض حتى اذا اصيب الانسان بالفيروس فهو عمليا يكون عنده حصانه ضده، كونه دخل جسمه والجسم استطاع انه يطبع خلايا مشابهه له، فبالتالي تعود عليها مشان مقاومتها من قبل مناعات الجسم. انا سعيد اني انقل تجربتكم بمقاومة كورونا في مناطق شمال غرب سوريا. تحية لإدلب، المدينة اللي عملت فيها أمسية من شي 20 سنة أو أكثر. تحية لشعبنا السوري في إدلب، والله معكم إن شاء الله يكون، وإحنا معكم كمان. تحية. تسلم أخي أسامة، تسلم، وأنت شيخ الشباب بالضل. الله يسلمك، شكرا. تسلمي. صفية، ألو صفية، صفية الجمعة. طيب صفية ما ترد، فينا نحكي مع مروة؟ ألو مروة، بس بدك تكبسي الزر اللي له علاقة بميوت، هيك عليه مثل معك استاذ. في مروة الزوم، مروة العزو أستاذ عصام. إيه طيب صفية فتحت هلأ يمكن، ما بعرف صفية. إيه فتحت. أوكي أسمعك. إيه أوكي صفية، مساء الخير. مساء النور يا هلا، كيفك؟ الحمد لله. صفية الجمعة ما هيك؟ إيه. أوكي طيب صفية، من وين، بأي منطقة؟ أنا من ريف المعرة. ريف المعرة. فيني أعرف اسم الضيعة؟ جرجناز. جرجناز، أهلا وسهلا. أوكي ناسحين. أوكي صفية، أنت من سكان جرجناز نفسها ولا من نازحين؟ نازحين، من نازحين. من نازحين. من وين الأصل؟ جرجناز. نازحين من من جرجناز. نازحين من جرجناز. أوكي خلاص. أوكي بس كنت عم أسألك إنه من ريف المعرب بأي ضيعة، كنت عم أسألك يعني أنا هلق وين ساكني؟ إيه تماما، ساكني بأرمناز. على حدود. أوكي عظيم. وصفية لوين دارسة هلأ؟ أنا هلأ قعدت كمل دراسي 11. أوكي عظيم عظيم. طيب مروة سامعتنا شي ولا ما سامعتنا؟ طيب إذا ما سامعتنا خلونا مشان نكسب الوقت، مدام صفية هلأ حكت آخر شيء خلينا نكفي مع صفية. صفية بدي أسألك حبيبي، هلأ المنطقة عندكم، تذكري السنة الماضية وقت هيك صارت أزمة الكورونا وبعرف المشاكل عندكم، فينك تحكي لي بس هيك شو صار عندكم مشاكل، وهل العالم اكترست فيها ولا ما اكترست فيها، ولا الموضوع عادي كان؟ لا كيف عادي، كان عندنا كتير عالم انصابت بالكورونا وأنا وحدي منهم انصبت كمان بالكورونا. كم يوم ضلت معك أنت؟ صار عندك أعراض؟ إيه بس عم أقول لك أنت كم يوم صار عندك أعراض؟
الصوت عم بيقطش شوي. ايه طيب احكي لنا انت، نحن سامعينك. انت وقت انصبتي بالكورونا شو صار معك؟ شو فينا تحكي لنا اي شيء صار معك؟ يعني اعراضها؟ اعراضها انت شو صار معك تحديدا؟ انا صار معي راحت والرشح وحلقي كمان يجعني كتير. تمام. بدي احجر حالي بس ما قدرت انحجر. ليش؟ لانه نحن كلياتنا ساكنين بغرفة واحنا وعائلتي، وين بدي انحجر انا؟ حلو. هلا كم شخص انتو بالعيلة؟ 11، يعني كلهم اخوتي صغار. انت اكبر وحده؟ ايه انا اكبر وحده بالعائله. طيب وقت انصبتي في اجا مثلا حدا فريق طبي يحاول يساعدك او شيء ولا خلص انه لا ما اجا حدا ابدا ولا حدا؟ انا قاعده بالبيت وحط الكمامه قدام اخواتي. حبيبي. طيب وأخواتك شو صاروا يعملوا؟ قدروا يطلعوا برات البيت ولا يضلوا معك بالغرفة؟ أي وين بدهم يطلعوا؟ ما في غير هالغرفة. أي بعدوا عنا يعني مشان ما أعديهم وحطوا الكمامة بالبيت. طيب كتير كويس. أنا قصدي إنه مثلا هن عم يروحوا كان على المدرسة عم يعملوا أي شيء؟ أي عم يروحوا على المدرسة. طيب أوكي عظيم. بالنسبة للأكل كان متوفر عندك الأكل الصحي اللي له علاقة بموضوع أنه تقوى مناعتك ولا كان صعب هذا الشيء؟ يعني صعب، أنا بس أشرب ليمون، أعصر ليمون وهذا هو بس. وما في أي مؤسسة إجت مثلا لعنكم عن منطقة أرمناز تحاول تساعد؟ لا نهائياً. أوكي. طيب صفيق، هني رحت عملت مسحة بالمشفى على أساس سجلوا لي، راحت صار لي شهرين وما شفنا حدا، يعني كلهم كذاب. تمام فهمت عليك. طيب ماشي مروة، خلينا نقول مين بيحكي منكم يا صبايا؟ في هناء فات. مين؟ أنا أستاذ. أوكي يا غدير يلا تفضلي غدير. عندكم بإدلب أنت غدير؟ إيه. خبرينا شو صار عندكم تماماً؟ نحن هون يعني بمدينة فيها كتير سكان، يعني هي مدينة ضيقة وفيها عدد سكان كبير كتير. تمام. إيه وهذا أدى في خطر كبير. إيه والناس ما عندها توعي لهذا المرض الخطير. ليش ما في توعية؟ كان كل الإعلام عم يحكي بكل العالم. إيه ما كانت العالم مدركة هذا الأمر، ما كانت متوقعة أنه في خطورة لهالدرجة. طيب وفي منظمات حاولت تشتغل أو تعمل شيء؟ إيه تجي المنظمات على البيوت مثلا يوعون عن الحجرة، يعني لا تخالطوا حدا، بس إحنا ما بنحسن يعني بتعرف الوضع. طب أنت انصبتي أو حدا من عيلتك؟ إيه انصبت أنا وزوجي. طيب وقت انصبتي ضليتي بالبيت ولا طلعتي شي محل؟ لا ضلينا بالبيت، نحن ثلاث عائلات يعني ساكنين بيت واحد ونحن بغرفتنا. ثلاث عيال ببيت واحد، كم شخص تقريبا بالبيت كلياته يعني؟ يعني في نحن عائلتنا وبيت حماية في عندهم سنتين، وبيت ابن حماية كمان عندهم عائلة أربعة. يعني اوكي يعني حوالي شيء 11 شخص او 12 شخص. ايه هيك شيء. طيب فينك تحكي لنا اي شيء تاني انه مثلا انه صار هنيك؟ انت وقت انصبتي وين رحتي شو عملتي يعني؟ ايه انا ضليت بالبيت يعني ما بحكي روح المشفى، عندي ولد صغير بدي رضعه، بدي
هيك يعني. ما خفتي مثلا ابنك الصغير ينتقل له العدوى او شيء؟ اكيد يعني احمي حالي قدر المستطاع، اكثر من هيك ما بحسن. حط كمامي يعني، ما شيله كثير على الضروره. طيب غدير، هلا كان ببدايه الازمه هون عندنا بامريكا كان الكمامات غاليه كثير كثير لانه ما مضل، فعندكم بادلب كان في كمامات ولا انتم تصنعوها على ايدكم؟ في هيك وهيك، المنظمات تعطينا كمامات وبنروح على المشفى بتعطينا كمامات وفينا نشتري اوقات كمامات. كويس كويس. طيب مين بيحب يحكي منكم يا صبايا هسه؟ السلام عليكم يعطيك العافية. اوكي نور تفضلي حبيبي. استاذ هلا انا احكي عن تجربتي. كمان انا انصبت بالكورونا من شيء تقريبا 6 أشهر 7 أشهر. كنت حامل وكثير كثير يعني خفت وكثير يعني صار عندي هلع على هالموضوع، والحمد لله رب العالمين يعني أنجبت الطفلة الحمد لله بأمورها سليمة. بس بالوقت اللي كان كنت مصابة بالفيروس، هلا أول شغلة أنا مرضت، فحسبت إنه هيك قريب عادي بالأول. تابعت حالي عند طبيبة كام يوم إنه عساس بتحسن وهيك سيرومات وهالقصص فيتامينات، ما مشي الحال. بعدين شكينا بالكورونا، عملت مسحة بالفعل طلعت نتيجة إيجابية. أول شيء عملته مشان صحتي وصحة الجنين وهيك، صرت أعمل سيرومات مشان أقوى، وأخذت يعني فيتامين سي عن طريق فوار وعن طريق كمان العصائر. حجبت حالي بالبيت، كنت عم داوم على الجامعة، حجبت حالي بالبيت كرمال يعني زملائي بالجامعة وهيك، لأني أصلاً ما بقدر داوم يعني، بغض النظر إنه ينتقل لنا المرض يعني صار مرض شديد تعرف أنت. تعب جسمك. أي والله كتير. ضليت يعني 20 يوم يعني مثل ما بيقولوا بالفرشة، شيء مو طبيعي. بس بعدين يعني الحمد لله صرت أحسن أم وهيك عندي، لأني طفلين اضطريت يعني ما في حدا حوالي وهالقصص. فبس لسه يعني ضليت شهر لتعافيت يعني بشكل إنه أقول مثل ما بيقولوا إنه ها يعني منيح. بهالفترة حجبت حالي بالبيت، ابتعدت عن أطفالي قدر الإمكان. هلأ هو نحن حسب ما صار عنا الوعي عن هالمرض، إنه الطفل كان قبل هاي الموجة الجديدة وتحول دلتا، إنه الطفل هو ناقل للفيروس، فما بيبين عليه أعراض مثل اللي عمره أكبر يعني. حاولت بالبيت يعني ابتعد عنهم، حطيت كمامة بقلب البيت دائمة، بس هذا الشيء كان يعيقني يعني. أنا كان يصير عندي ضيق تنفس والكمامة ملازمتني، فحاولت أقعد بغرفة لحالي. طيب نور أنا بدي أسألك، أنت قلتي لنا أنه عملتي تحليل وعرفتي أنه عندك مصابة، أنت كان موجود عندكم التحاليل؟ إيه طبعاً، عنا كان متوفر بالمشفى الوطني بإدلب، مدينة إدلب. رحت سجل دور ونروح نعمل التحليل. وبعد قديش يعني الدور جاكي الدور يعني؟ هلأ يمكن يومين أو ثلاثة، ما بقى بذكر بالمضبوط يعني، صار للقصة 7 أشهر. بس لما رحت يعني حللت ما طلع بنفس اليوم، كمان طول شي يومين لحتى يجتني النتيجة. طيب كتير كويس. ما بعرف في مريم بسبب كثافة الأعداد يعني، حتى هلأ يعني من جديد ما بقى، يمكن على ما أعتقد ما في تحاليل، إنه بسبب كثرة عدد المصابين ف صاروا يعني خبرونا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انه الوباء تفشى، وما بقى يعني ما بقى فيه هالكميات تستوعب هالمشافي، تستوعب لا المصابين كأسرة وكعلاج ولا حتى انه تحاليل. فلزموا بيوتكم، لزموا اساليب الوقاية عندكم. مريم نعم استاذ، مساء الخير. يا هلا، مساء النور، كيفك؟ هلا انت جديده دخلت هلا عنا، بس
تخبرينا من أي منطقة؟ كيفك أستاذ؟ يا هلا، كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. من أي منطقة مريم؟ أنا أصلي من ريف المعرة، بس ساكنة بأرمناز حاليا. أوكي، كيف الوضع عندك بأرمناز؟ الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال. طيب مريم، هلا انتو عرفت انه انا مكتوب عندي انه ما كفيت التعليم، بس لاي صف ضليتي تدرسي؟ انا والله دارسي للسادس. اوكي، وعندك اولاد هلا ولا لسه؟ عندي 3 اولاد. الله يخليهم يا رب. الله يسلمك يا رب. طيب مريم، هلأ وقت صارت الأزمة، هلأ نحن خايفين نصير في أزمة تانية، فبدي أعرف منكم هلأ كيف الوضع كان بأرمناز بشكل عام؟ والله الوضع بشكل عام صار عندنا حالات كورونا كتير، خصوصا بأرمناز كتير كتير صارت عندنا حالات كورونا، وأنا كورنت وجوزي كورن كمان مصاب بهذا المرض، وأولادي كمان انعد. أوكي. الكورونا يعني عديت أولادي كلياتهم، عندنا الوضع كتير كتير صعب. يعني مثل هلق مثلا نحن عندنا هون اللي عنده جاي يحسن يشتري، أما يعني في عندنا حالات هون كبيرين بالسن كتير يعني ماتوا، بس والمشافي ما بقى تستقبل لأنه صارت حالات كتير عندنا. ما بشوفهم. أوكي، يعني تقريباً فينا نقول قديش كعدد وفيات كتار كتير، يعني صار يعني بيتجاوزوا مثلاً. يعني مضى بيجي شهر، يعني الكورونا هاي بأرمناز بيجي 20 أو 30 واحد وأكثر ماتوا بالكورونا، كتير. خلال شهر واحد. بأرمناز بس. يعني أكثرهم يكون معهم أمراض قلبية. هذول اللي بعرفهم، يعني أنا اللي بعرفهم إنه ماتوا يعني، وأنا مرضت كتير منه والله، عديت الأولاد. الله يحفظك يا رب، هيك إن شاء الله أمورك تتحسن. طيب، وكان في عندكم مثلا جابوا لكم كم؟ أوكي، كنا معك مريم، كنت عم تحكي الساتة معنا مريم. اوكي، هاي عم زي مين موجود؟ اوكي، هاي ارجع الثاني. ايه، قبل الاضافات استاذ عصام. هاي قبلتهم كلياتهم. ايه مريم، ايه مريم، مريم كنت عم تحكي وانقطع الخط، انا اسف. طيب كنت عم تقولي لي انه 40 شخص توفوا خلال فترة شهر واحد. اي والله، وأطباء كمان، يعني دول توفوا هوني، يعني دول اللي بعرفهم أنا. يعني كم طبيب توفوا؟ عندنا بأرمناز صارت كتير حالات كورونا كتير. أوكي، حتى يعني صرنا نحجر حالنا بالبيت، ما بقى نخالط حدا، مثلاً نروح على حدا إنه زيارات أو شيء، حجرنا يعني بالبيت، ما بقى نحسن نطلع. هذا قد ما صار هالمرض انتشر عنا هوني، حتى الأولاد صرت خاف عليهم، المدارس وقفت بجي 10 أيام. طيب المدارس مين أخذ القرار إنه يسكرها؟ هلق نحن بعتولنا على المجموعات إنه المدارس سكرت بسبب الكورونا، التربية
قطعتهم يعني، وقفوها 10 أيام وصرنا نعطيهم الدروس على الهواتف على المجموعات، ما بقى نخليهم يروحوا. طيب هلأ بالهواتف ما أنا مكلفة مادياً لألكم؟ هو مادية ما أنا مكلفة، لأنه هون الأساس يعني نفسهم اللي بدرسوا بالمدارس صاروا يبعثونا على، بس نحن تعب علينا يعني، كيف ما يستوعب الطلاب مثل إذا راحوا على المدرسة وشرح لهم الأستاذ الدرس تعرف أنت على اللوح وحفظهم إياه، يعني صار صعب علينا لحتى نعلم الولد قد ربع ما بيعلمه الأستاذ، وأنت بتعرف هالشيء، هيك صار صعب علينا. طيب والتعليم كان هو عن طريق شو البرامج اللي كانوا يستخدموها بالتعليم؟ هلق نحن نعمل مجموعات على الهاتف، كل ولد مجموعة لأستاذه يعني غرفة خاصة ويبعثون عليها الدروس. طيب هي مثل هذا البرنامج الزوم اللي عم نستخدمه نحن ولا غيره؟ لا على الوتس، على الواتس، على الوتس، على الوتس. ايه نعمل مجموعه مثلا لصف الثاني صف الاول هيك يعني كل واحد وصفه، والاساس دي يبعته لكل واحد لطالبه هيك نعمل بالبيت، ونحن بس ما يفهموا شيء يعني، ما يعني مثل اذا ما يدرسوا، مثل ما بقول لك استاذ هلق اذا الاستاذ شرح الدرس بالصف وعلى اللوح وفهم الولد، مو مثل بالبيت، خصوصا يعني انا ما بعرف انه اعلم الاولاد الزياده يعني صارت عندنا صعوبة كتير. طيب يعني الولد ما يتعلم ربع قد اللي يتعلمه بالمدرسة، يعني هاي معروف مبيني إجبارية. مظبوط. طيب ماشي مريم، كثير حكي اللي حكيتيه هلا مفيد. هلا مين منكم هلا في حدا مثلا من أدلب مين ما حكى هلا؟ حكت غدير. خلينا نشوف هلأ مثلا بنان. بنان بنان أوكي بنان. هلأ بدي أسألك هلأ عندكم سكروا شي الإدلب؟ عطوا شي وقت لحتى يسكروها للمدارس ويسكروا كل شي ولا لا؟ سكروها للمدارس. إيه والجامعات كمان؟ والجامعات كمان يعني بهالفترة كله صار إنه الدروس على النت، إنه يشتغلوا على الدروس على النت، وبرامج الوقت يستخدمون يعملوا مجموعات ودروس على الواتس. طيب هلأ دروس الواتس أنا هلأ ما عم أعرف كيف صار التدريس فيها يعني بالوقت. والله يا أستاذ صراحة صار مثلا إنه على الواتس يبعثوا التسجيلات وصور، يعني مثلا صورة من الكتاب، صورة للدرس، الطلاب مثلا يكتبوا الوظيفة يصوروها يبعثوا انه صورة للدفتر هيك. طيب لانه صراحة يعني تفضل. لانه صراحة في منهم يعني عندهم اجهزة انه ما بتتحمل انه مثلا برامج الزوم، هلا برامج الزوم يعني بدها نذاكرة كويسة للجهاز، إنه يكون نوعيته الجهاز تقيل لحتى يقدروا يستخدموا هذا اللاي، وغالب الخلق هون يعني بهال ما عنده القدرة إنه تجيب أجهزة غالية يعني. طيب بنان أنا كمان يعني حتى لو الواتساب، هلا الواتساب يعني أنت عم تستخدمي الإنترنت، الإنترنت ما غالي عندكم ولا رخيص؟ هلا في اشتراك بطاقات وفي اشتراك DSL يعني انه راوتر. قديش الاشتراك تقريبا؟ البطاقات يعني البطاقات تقريبا مثلا في يعني حسب انه الكمية بدك تسحب فيها نت، في يعني من 3 ليرات 4 ليرات وفوق يعني اسعارهم، مثلا 3 ليرات بتكفيك يوم يعني مثلا انه استهلاك انه مثلا انترنت حتى مثلا بدون يوتيوب. إيه اما مثلا في اشتراك الدي اس ال تقريبا حدود 50 او 60 تركي بالشهر. 60 ليره تركي؟ ايه يعني دي اس ال هذا مثلا انه بالبيت. يعني في خطوط عم توصل لأدلب نظامي من تركيا دي اس ال ولا انه هذا ايه خطوط من تركيا؟ تمام استاذ.
عظيم الحالة في كابل كويس. طيب برأيك أنه هذه الأسعار هن رخصت الحكومة التركية مشان السوريين ولا هي هيك الأسعار من زمان من قبل الأزمة؟ هلأ هي الأسعار يعني غالية شوي، ما أنه شيء رخيص يعني، لأنه في مثلا في ناس مثلا دخلهم بالشهر تقريبا من 150 لل 200 ليرة تركي. طيب هلا مثلا تخمينك اذا صار ازمه جديده الناس عندها هلا وعي اكثر من قبل ولا غير مكترثين؟ هلا هو صراحه هلا هو بالبدايه الناس يعني صار تاخذ احتياطه، وانه مثلا تعقيم، انه مثلا اللي بيطلع بيدخل دائما معقمات، دائما ياخذوا الاحتياطات، الاجراءات الوقايه، الكمامات، هاي بالبدايه يعني انه اول ازمه الكورونا وهيك. بعدين يعني خلص انه مثل الناس ملت انه مش شيء يعني، انه هيك صار في استهتار يعني، صار في استهتار وهيك يعني. استاذ طيب. عفوا بس مقاطعه انسه، الوضع مش قصه انه ملان او استهتار او شيء، الوضع هون عنا بإدلب يعني بغض النظر عن الوضع المعيشي وضع الحرب وهيك، فبالنسبة للوقاية، بالنسبة لأنك تقعد بالبيت، مثل عنا العامل يوميته لنفترض كترت 25 ليرة، إذا حجر حاله بالبيت تمام؟ كيف بده مثلا يأمن معيشة بيته وأسرته؟ هاي أول نقطة. النقطة الثانية تكاليف الوقاية، ما بنحسن نخبيها، النيتها قليلة يعني، ما هي قليلة أبدا يعني، لما بدك تحتاج أنت إلك ولأطفالك، للزوجة والزوج والأطفال، الكل مثلا كمامات يومية، طبعا تبديل يومي الكمامات، مواد التعقيم يعني، أو حتى مثل ما تفضلت إنه نحن من سواء المرأة أو الرجل إذا بدهم يقعدوا بعيداً عن عملهم أو شيء، هذا كله بده يعني كله ما يمكن شمت علي الوضع. صحيح هيك، إنه هاي الفكرة اللي كنت بدي أوصلها، إنه يعني إنه مو إنه مو ملل، معنى ملل إنه يعني إنه هيك، بس إنه الناس إنه الشيء طول عليهم، بدها الناس تشتغل، بدها الناس تطالع دخل، بدها الناس إنه صعب عليا دائما تقعد بالبيت وتاخذ الاجراءات. طيب انا هلا بدي انتقل لعلا. علا سمعتينا؟ اي معك. هلا علا كيف؟ هلا بدي اسالك المنطقه عندكم هلا كأدلب المدينة، هلأ برأيك هون الصبايا عم يقولوا لنا أنه مثلا متوسط الدخل لازم يكون حد أدنى أنه شيء 25 ليرة تركي ليقدر الواحد يعيش، بس أنه إذا وقف الواحد عن الشغل كيف بده يعيش؟ برأيك في الأهالي كانوا يبعثوا مساعدات من قرايبينه من أصحابهم؟ هلأ في ناس إلى أقرباء برا أكيد رح تساعدهم يعني، بس في ناس كمان ما لحدا برا يعني، فعنا نسبة يعني منيحة أنه ناس يعني بظروف كورونا يعني تأثرت كتير بقصة الدخل، مثل ما قالت صديقتي نور أنه يعني ما بتقدر تأمن الوقاية الكاملة إلها ولأولادها، أو حتى إذا حب ينحجر منصاب الرجل بالبيت بكورونا وانحجر، فما في حدا مثلا يعين هاي الأسرة يعني، في كتير أسرة عنا في هاي الحالات صارت، فكورونا أثرت كتير علينا، أثرت على الدخل، أثرت على الشغل يعني، إنه إيش تنحجر بالبيت، إنك تترك شغلك وتقعد بالبيت، فأثرت كتير على الناس. طيب هلأ علا، هلأ أنتوا المدينة عندكم معلومات على كل المناطق الموجودة حواليكم ولا المعلومات مقتصرة بس عن إدلب المدينة؟ يعني بتعرف شو يا هلا بما انه انا من ادلب المدينه فمعلوماتي غالبيا عن ادلب المدينه، بسمع ايه عن القرى اللي حوالينا من عن طريق الفيسبوك، من عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي يعني، ايه بسمع عنهم، بشوف الحالات اللي بينصابوا فيها، عدد الناس. هلا انا عمي توفى بمرض كورونا، عمي اخوه لبابا.
توفى وين؟ بإدلب؟ ايه بإدلب المدينة، انصاب بالمرض. طلبوا اخذناه على المشفى، قالوا انه عملوا له مسحه وتريموا المرض فحجروه، يعني ما عدنا نشوفه ابدا، وتوفى داخل المشفى، يعني ما شفناه نهائيا. طب بدي اسالك، هلا بظروف الحجر جوات المشفى كيف هي كانت الاليه اللي لها؟ انا معلش عم اسالك لان نحن هون الوضع مختلف، كان كتير كتير عندكم. هلا الصراحه الاليه جوا ما حدا بيعرف عنه شيء، لاني يعني بس انحجر الشخص فما حدا من اقاربه بيقدر يزوره زيارة، لا مرته ولا ابنه ولا أي حدا. طيب وكان في أجهزة تنفس بعلمكم ولا ما، ولا ما جابوا هاي الأجهزة التنفس؟ هلا أنا عمي عاش على المنفسي، هي أجهزة التنفس بما يقارب 10 أيام. وفي كتير أجهزة؟ هلا عدد الأجهزة الموجودة ما عندي علم فيها. بس وقت اللي يحجروا العالم، يعني ما كل العالم يقدروا يحجروه، لاني ما كان في، يعني ما كان امكاني كتير بالمشافي ان تكفي الحالات كتير تصير عنا يعني. طيب والمشفى يعني تقريبا يستنوا الشخص ليموت حتى، يعني حتى يفضى دور لشخص تاني، والاخص اللي ما يكون معه مصاري ما يقدر يدخل مشفى خصوصي. طيب هلا المشفى مثلا المشفى الوطني، هلا هو مشفى هذا لمين تابع هلا صار؟ ما عندي علم يعني، بس بظن مدعوم من منظمة. هو لا ما نو خاص، ما بياخذوا مصاري. لا ما بياخذوا مصاري. أوكي. لا ما نو خاص. اوكي طيب، وانه مثلا هلا بالنسبه للمشافي نحن هون عنا، اسفه على المقاطعه، لوضع المشافي سيء كان جدا للغايه بازمه الكورونا، يعني كان ما في دعم لازمه الكورونا، كان ما في عنا دعم نهائيا. مثل ما تفضلت زميلتي، كنا نستنى مثلا مريض ليموت لحتى نقدر نحط مثلا مريض ثاني. بالكريدورات يعني انا دخلت، كان والدي بازمه، فدخلت على المشفى وشفت يعني مأساة جدا، بالأخص بالكريدورات الناس قاعدة عم تستنى الدور، يعني عدة المشافي حتى المشافي الخاصة بالدور، يعني مثلا يقولوا لك انتظر مثلا هذا الشخص ليموت، صار في عنا حالات وفاة كتير كبيرة، حتى نحن اضطرينا مثلا نروح على نطلع برات إدلب، مثلا نروح على باب الهوى، نطلع مثلا عطية نشوف انه في مشافي فاضي، مع الأسف كان ما في، ولا يعني ما قدرنا نحن ندخل بابا مثلا بحالته بأزمته لبعد مثلا يومين بعد مرور 72 ساعة من مرضته، لحتى قدرنا مثلا نأمن له، ما قدرنا نأمن له عناية مشددة، قدرنا بس نأمن له غرفة عادية ما فيها منفسي ما فيها أي شيء، بس أنه أطباء يقدروا يجوا ويشوفوا، حتى لو يعني معك مبالغ مصرات وقادر تدفع، بس انت بهاي الازمه ما في لا المصرات ولا اي شيء، صار يعني الناس سواسيه، سواء معك مصرات ولا لا، انت خلص مريض مثلك مثل غيرك، ما رح نقدر نامل لك الدعم، يعني يعني حتى المشافي صاروا يقدموا استغاثه انه انقذونا، حجروا حالكم، حجروا أنفسكم، لحتى يعني الأعداد عم تزايد بشكل كتير كبير، ممكن هالناس يعني بهاي الفترة قدرت مثلا التربية مثلا تعمل لهم حجر للمدارس، الجامعات، حتى الأسواق مثل ما تفضلت كمان الأنسي نور، ما قدرنا يضبطوا الأسواق بسبب أنه المعيشة العامل عايش على 25 ليرة ما رح يقدر مثلا يعيش عيلته، يعني إذا حجر رح يموت، لهيك ما قدروا يعملوا حجر كامل، وطولت عنا الأزمة فترة كتير منيحة وكتير تصابوا الناس. بعد هاي الأزمة، يعني هاي أزمة أدت يعني دمرت مدينة إدلب، يعني ما في عائلة إلا ما انصاب فيها شخص ومات شخص عزيز وغالي عليه، فاضطر يعني اضطر بقى هون مثلا يروحوا ياخذوا اللقاحات، كان عنا انه ما نسترجع مثلا نروح ناخذ اللقاح، ما نأمن نروح ناخذ اللقاح، يعني من وين جايين هذا اللقاح، ما قدرنا نفهم، كان في حوالي اشارات استفهام، بس بعد هاي الازمه اضطرينا نروح ناخذ اللقاح الاول واللقاح الثاني، صرنا نحن ندور على اللقاحات ونروح ناخذها، بس يعني مأساة جدا، يعني كان في يعني هذا الحكي صار له شهرين تقريبا، احنا عشنا مأساة
بظل أزمة الكورونا. طيب هيدا أنت عم تحكي ببداية الأزمة ولا لهلأ مثلا؟ هلأ حاليا الوضع صار مستقر، بس بظل الأزمة يعني هي مثلا من شهرين يعني كان في أزمة، يعني هي مثل ما بيقولوا لها أوجة أبت مثلا الكورونا، كان في كتير خلق كتير عالم، يعني المشافي صارت تستغيث، ما بقى في عندها يعني ما في عندها قدرة تقدر تتحمل هاي الأعداد الهائلة. يعني من أيلول فينا نقول يعني حتى مثلا راح بابا والدي راح مثلا بدي يعمل كورونا، هو كان عم يشكي من مرض فنقلوه لمرض تاني، يعني حتى الدكاترة يعني انه مثلا يكتبوا كورونا بس بدهم يخلصوا من الحالة من الأزمة. يعني والدي مثلا كانوا كاتبين له يعني ضغطهم، كانوا قايسيلو ضغطهم، هني بالفعل ما قايسيلو ضغطه، يعني انا كنت معاه مثلا كتبوا مثلا الضغط مثلا 12 وهني ما قايسيلو الضغط، هو مريض ضغط، يعني لو مثلا قايسين الضغط كان اختلفت المعادله، مثلا اختلف المرض، كان بحاجه مثلا هو لعناية تاني. بفتره ازمته للبابا، بابا ما كان بكورونا، بابا توفى بجلطة ثانية، بس ما قدرنا يعني نأمن له عناية مشددة بسبب إنه أزمة الكورونا، يعني قلونا ما رح، يعني الكورونا أهم مثلا، ما رح نقدر ندخلكم أنتوا على العناية المشددة لأنه في عنا مرضى كورونا يعني، ومثلا أي شخص نقله إنه معه كورونا فما يقرب، ما يعني السيارات الإسعاف ما تجي تشيل، مجرد تسمع إنه هذا مريض كورونا ما تجي تقدر تأسعفك، خلص أنت حجور حالك بالبيت، أنا ما رح أجيبك عن المشفى لأنه أنت أصلا يعني الأزمة اللي عندي ما عاد تتحمل الأعداد. بتعرفي هلا خبرك إنه هاي خبركم كلياتكم، إحنا هون هل حتى بنيويورك كان نفس الأزمة، هلأ ما بعرف يمكن بالإعلام حكوا إنه قديش انصابوا عالم وكذا، بس كمان المشافي كان مليانة واضطروا بالنهاية يعملوا مشافي برات المشافي، يعني يعملوها بالحدائق العامة، وعدد الأطباء مات كتير فصاروا يلجأوا لولايات تانية، يعني مثل مدن تانية عم يجيبون لحتى يساعدوهم. يعني هي بالفعل إنه هاي الأزمة وحدت بين الغني والفقير وكل شيء. بس أنا هلأ بدي أعرف من هناء وشمس، هلأ أنتم مقيمين بسهل الروج؟ إيه نعم أستاذ. إيه هناء خبرينا شوي عنكم هنيك شو صار؟ هلأ نحن بجو الريف، إصابات ما في إصابات كثيرة لأنه حالياً جو الريف ما في اختلاطات مع بعض مثل المدن مثل باقي أي مدينة، بس انصاب عنا هون جارنا انصاب بمرض كورونا، حاليا توفى، ما طول حاليا أسبوع وتوفى. طيب هلا وقت بنصاب هنا بتعرفي هلا كلياتنا بالاصل مولاد ريف فبنعرف العادات، وقت بنصاب حدا بالعاده اي مرض بنلاقينا ملهوفين عليه، نجيب له اكل، نجيب له شيء، نحاول نحطه قدام الباب او شيء انه اذا ما راح نشوفه. التعاطي كان بهالشكل ولا كان في خوف ما حدا يقرب على بيته؟ لا حاليا كانوا يعطوه اكل بس يبعدوا عنه، بس ما طول مرضه أسبوع وتوفى. كان بداية مرضه أنه رشح، فكر حاله أنه مرض رشح طبيعي فتعافوا عن. طيب والأدوية في غيره لهذا جاركم اللي توفى حدا تاني أصيب بالمنطقة؟ إيه نعم أستاذ، توفى كتير بس إنه الحالة مو مثل بالمدينة. بعرف إيه فهمت عليك، بس أنا عم أحكي إنه بشكل عام إنه الإصابات عندكم كان كتيرة، بس هلأ عملية إنه يعني وقت بينصاب حدا كان هو بالفعل يحجر حاله ولا لأنه هو تعبان يقعد؟ يعني مثلا هون في عندي جاري أنا كان هو
يفكر انه على اساس انه هي شغله كورونا كلياتها كذب وما كذب، يعني ينصاب هو فيها فيقول لي قريب مثل ما هو ويطلع يتمشى برا بالشارع. يعني هي عم حكيك بامريكا، ما كان عنده هي حاله الحجر لحتى بالنهايه انه شافنا كلياتنا متضايقين منه صار يتجنب شوي، بس انه فعليا هو ما كثير معتني بالموضوع. فهل كان عندكم نفس الشيء؟ في ناس ما فارقه معه؟ نعم استاذ، كثيرين مو مصدقين انه هذا مرض كورونا، يعني يعتبر من كثر ما انتشر الكورونا ما بقى تلحق، ما في دعم للكوادر. في شمس كثير سامعينك هلا، هناء وشمس عم يحكوا من نفس التليفون مشان المجموعه يعرفوا. اي نعم استاذ. ايه شمس احكي. هي كمان عندي كمان جاري وفى مرض أبوه مرض الكورونا، سعفوه عن المشفى، أخذ العلاج، عاد بقى حاله على بيته. طيب الحمد لله تحسن شوي. طيب هلأ حسن الأب، نقل العدوى لابنه، سبحان الله، الله يرحمه، توفى الابن، حجروه بالبيت وطلعوا عليه عياله، داروا بالون عليه وكل يعني كل. طيب هلا في حدا ما حكى؟ انا اشوف اذا في حدا ما حكى من بيناتكم. غدير، بنان، علا، نور، حكيتي كمان؟ ايه استاذ حكيت، انا شاركت معكم. هلا انا بس حتى اتاكد من الكل انه حكى. هلا بدي اسالكم كلياتكم سؤال جماعي، هلا كل واحد فينا يحكي امتى ما بده. يعني انتم شو بتتخيلوا الشيء هلا ضروري انه ينعمل، لانه في احتمال هلا هذه المتحور الجديد الجاي هلا انه هذا سريع الانتشار وغيره، انتم شو بتتخيلوا هلا من التجربه الماضيه اللي صارت عندكم، شو فينا نعمل شيء نوصي مع أهلنا، أو كمان نحن هلأ هون موجودين برا اللي عم نحكي مع المؤسسات الدولية نطلب لكم إياه، يعني نساعدكم بشو نحن مثلاً؟ هلأ أستاذ أنا أقترح أنه اللقاح، أنه الناس كلها تأخذ لقاحات، هذا أهم شيء. طيب مريم، أنا حكيت مع أكثر من شخص موجودين بإدلب، قالوا لي اللقاحات متوفرة بس العالم ما عم تجي تتلقح، مزبوط الحكي؟ هو مزبوط هالحكي، في كتير ناس ما عم تفعل تروح تتلقح، يعني إنه الفكرة إنه عندهم إنه اللقاح بضر وبعد ما تتلقح بتموت بعد أسبوع وبعد 10 أيام هيك، يعني الناس الفكرة هيك أخذته عن اللقاح. وأنا بالعكس يعني بنصح إنه كل إنسان يأخذ لقاح. طيب اوكي، يعني يبقى هلا اذا بدنا نوصي مثلا للامم المتحده انه تزيد كميه اللقاحات لسوريا لمنطقتكم بادلب، طبعا شو الفايده اذا العالم ما عم تاخذهم ومتوفر اللقاح؟ هلا كان بالاول بالاساس ما حد ياخذ لقاح خالص ما يصير، بس هلا في ناس لانه كثرت هالمرض كثر عندنا وانتشر كثير وصار حاله وفاه كثير، يعني العالم صارت تخاف، صارت تلجأ لأي شيء إنه ينجيها من هالمرض هذا، إنه تخلص منه، صار يعني فعلاً يعرفوا إنه مرض خطير. هلا قبل العالم كيف تقول ما تصدق هالمرض هذا، تقول قريب وما قريب وإيش فرق عن قريب، بس لما صارت حالات عندنا كتير، حالات وفاة كتير والمرضى كتير، يعني العالم صارت بالعكس، هلا في نسبة عم تتلقح. طيب هلا ديانا، هلا يمكن انت خبرتينا انه موضوع انه المشافي انه ما كانوا كثير هن شاطرين الدكاتره بالتشخيص العلاج بهالاشياء، هل برايك بدكم شيء كوادر طبيه تكون موجوده اكثر، بدكم تدريب لهدول الكوادر؟ معلش استاذ بدي احكي كلمه، معلش. تفضلي. ايه تفضلي. هلق نحن الكوادر الطبية عنا يعني ما قصرت خالص، الكوادر كلها يعني اشتغلت بكلياتها، تشتغل الكوادر الطبية وما قصرت معانا خالص، نحن هون عنا بالمحرر.
بس أما إشو الدعم، الدعم على الكوادر قليل. يعني هلق في عنا هون نحن مشفى كلما تأخذ مصاري لما وقف عنا الدعم وقفت المشفى، ما بقى يداوموا الدكاترة، ما بقى يداوموا طبعا، يعني ما بيحسن يشتغلوا بالرتب، يعني نخسرنا هالمشفى هلق سكرت عنا، ولا الكوادر الطبية كلما قصرت. طيب بدي أسأله يا إبراهيم، هلأ تقريباً كم مشفى موجود بمناطق المحرر بعلمك إبراهيم؟ سامعنا إبراهيم؟ طيب إبراهيم ما معنا، أي حدا من الصبايا بيحب يحكي شيء؟ أستاذ مساء الخيرات. مساء النور. كيفك أستاذ؟ ما كان الصوت يزبط هلق لحتى زبط. أوكي مروة يال. مروة العزو من ريف إدلب الشرقي من جرجناز، حاليا نازحة بإدلب المديني. هلا مروة. أستاذ تقريبا هلق بإدلب في تقريبا شيء 7 مشافي بالمحافظة. 7 مصر. ايه برأيك كافي للناس كليات الموجودة؟ هلق هو مو كافي بس هذا الموجود، يعني ممكن نحن نكتب بالتوصيات اللي قلنا انه يزيدوا على كمية المشافي، ولا برأيكم بتغطي العدد؟ انا هاي النقطة الأساسية اللي بدي اياها. ايه هلق اذا اجوا دعم للمشافي استاذ يعني بصير كافي، بس المهم يجي هدعم وخاصة طيب. يعني لمرضى الكورونا يعني أكثر الأحيان ما بيستقبلوا المرضى. طيب بدكم مشافي تكون مخصصة بس للكورونا ولا مشافي بكل الشغلات؟ يعني باقي حارس إطار الكورونا كويسة أحيان ولا لا؟ يعني أنا ربيت بسوريا، وقت اللي كنت أنا مريض كنت فوراً أي حدا مريض ناخده فوراً على المشفى ويتعالج، ما عنده مشكلة دفع مصاري، ما عنده أي شيء. هل برأيكم المشافي اللي ما عم تاخد مصاري تقدر تستوعب تحل كل المشاكل؟ لازم دعم للمشافي بشكل عام للكورونا ولغير الكورونا. هلا عفواً المقاطعة لجميلتي، بس بظن انه لازمنا دعم للمشافي بشكل عام. يعني هلا المشافي العامه اكيد ما عم بتقدم الخدمه اللي عم بتقدمها المشافي الخاصه، فبهاي الحاله انه الام لما ابنها بيمرض وما لها امكانيه انها هي تاخده على مشفى خصوصي، عم تضطر تاخده على مشفى عام. احيانا عم بيحتاج رزاز، عم بيحتاج ادويه، عم بيكون وضع الاهل سيء، فما عم بيقدروا انه يامنوا هذا الشيء. وبالنسبه كمان للامراض الموجوده عنا، امراض السرطان هاي كمان بدها دعم. يعني في أكتر مشافي ما في، عند المشافي العامي ما في تحاليل، ما في صور طبقي محوري، ما في الجرعات اللي عم تاخذن الشخص اللي عم ينصاب، فنحن نتمنى يصير دعم للمشافي كلها بشكل عام. اوكي كويس. حتى اذا كان فيها مثلا دعم او فيها مثلا تصوير او تحاليل فعم بيكون بالدور، يعني مثلا انا اضطريت مثلا اخذ تصوير مثلا طبقي او شيء، فمثلا بدي انتظر على الدور شهر شهرين حتى ممكن ثلاثه حتى يقدر يجيني الدور مثلا بالصوره او بالتحليل، فهذا الشيء عم بياثر علي صحيا. يعني انا بكون في عندي مشكله صحيه فاكيد رح ياثر، واذا ما عندي امكانيه مثلا انا اروح مثلا ما عندي امكانيه ما اديره على المشفى الخاص، فرح اضطر انتظر مثلا على العام واقدر اتحمل مثلا وجعي والمي. فهو بشكل عام دعم لازم يكون يعني عام، مو بس للكورونا، لازمه الكورونا. طيب كان نور بدك تحكي شيء؟ تفضلي. تمام استاذ. هلا من اول شغله كنت عم تسال انه كيف فينا نوصل كلمتكم للفيكو او هيك. اول شيء رح كمل النقطه اللي كانوا عم يحكوا فيها الانسات بالنسبه للمشافي اللي عنا. مثلا عنا مشفى هو مشفى الجامعه، بحوم من فتره مثلا انا الطفله عندي عم تمرض،
دكتور الأطفال بيداوم تنين وخميس، تمام؟ بيحجزوا حصلا حجز قبل بيوم الأحد، تمام؟ أنا مثلا بنتي مثلا السبت مرضت، بدي استنى يوم الاثنين، السبت صار عندها حرارة عالية، بدي استنى ليوم الاثنين حتى أخذ بنتي على المشفى. ليش؟ لأني هو مثل ما قلت إنه بيقدم الشيء مجاني. أما أنا إذا بدي روح على دكتور الخاص بحسن روح مباشرة لعند دكتور الخاص، بس تعرف أنت تكاليف الدكاترة الخاصة فورا تحاليل وتصوير أو إذا بده مشفى خاصة. ففي عنا مشافي تتقبل عدد كبير، بس بقى في عنا حجز الدور بنفس الوقت الدكتور لما عند عم يجي الأجر قليل، الدكاترة الكفؤ ما عم تلاقيهم بالمشفى العام، تمام؟ يعني فيك تروح وين ما بدك، بس ما يعني ما رح تلاقي نتيجة، بدك تضطر تروح عند دكتور خاص، لأن الدكاترة الشاطرين الشغل كويس ما هن بالمشافي العامة بسبب قلة أجرهم. طيب هلأ عم يعملوا مثلا دورات لناس تشتغل بقطاع الطبي بظل الأزمة، إنه عملوا دورات فرص عمل فتحوها ولا ما في هذا الشيء كان؟ بس السؤال استاذ هيك بشكل اوضح، عم احكي سؤال عام يعني ما بس لك نور، اذا حدا عنده معلومات فيني يجاوبنا. صار في مثلا دورات تدريبيه لناس يشتغلوا بالقطاع الطبي خلال الازمه لانه في نقص بالكوادر، ولا ما عملوا هذه الدورات؟ استاذ حاليا هلق ما في نقص، لانه الممرضين ما شاء الله كتار يعني، وفورا عم يتوظفوا خاصه بالمشافي. اوكي طيب، وفي منهم عاطلين عن العمل يعني ناطرين؟ في دورات إسعافية عم بتصير عنا، وفي عدد كافي من الكوادر الطبية، بس بنرجع نقول إنه الدعم قليل عن المشافي، يعني إنه دكتور لما بيكون واقف راتبه بالمشفى العام فإجباري بيضطر يفتح عيادة خاصة، ويعني إجور العيادة الخاصة غالي، والتكاليف لما بدك تاخذ الطفل أو إنك أنت مريض بدك تتعالج فهي غالي، فما كل الناس تقدر تعالج عن دكتور خاص. طيب وهلا احيانا مثلا اذا في شيء خارق يعني صعب، هلا بذكر ما عم ذكر بقى مين ذكر انه اتاخذ الوالد على باب الهوى انه بيقلب انه ما كان كافي، ديانا خبرتينا انه طيب هلا وقت طلعتوا انتوا منطقه بعيده عم تدوروا للمنافس، ممكن يوصل الأمر فيكم أنه مثلاً تطلعوا على تركيا لحتى تتعالجوا؟ كان بتركيا ممنوع الاستقبال، يعني كان ما فيهم يستقبلونا لا بمثلاً مادة، يعني أنه عرضنا عليهم ندفع مثلاً مادياً مبالغ أو شيء، فلا واقف كان الدعم، واقف المعبر ممنوع يدخل أي شخص لأنه كورونا، يعني أنه ظن إحنا كانت عنا موجة كورونا فصعب يقدروا يدخلوا، فاضطرينا نحن قاعدين مثلا عم يعني مثل قاعدين مثلا شخص عزيز عليك قاعد بفارق الحياه وانت ما انك قادر تعمل له اي شيء، حتى الاطباء يعني في مثلا اطباء ينزلوا لعنا على البيت يعني يقولوا لنا صعب بده مثلا عنايه مشدده يعني ضروري انتم تاخذوه، وبالفعل هني ما قصروا يعني حاولوا كثير انهم يأملوا لنا بس ما قدروا يأمنوا لانه كانت يعني الأزمة كتير كبيرة، يعني حتى سيارة الإسعاف مثلاً ما تلاقيها بسهولة بظل الأزمة. نطلع يعني أكيد رح نقدر نطلع، يعني وقت بيكون مثلاً حتى لو بآخر الدنيا بتعرف أنه في مثلاً مشفى في آخر الدنيا وقادرة مثلاً تداويك، رح ناخده ونروح ونجازف ونروح يعني بأي طريقة. طيب مهم ما فيني أنا أحكي عن سايت على تركيا، طلع وعلى تركيا. هو شاب كان عمره 18 سنة، فهون صار مع كورونا ويعني هون الأطباء احتاروا شو بيعطوا أدوية وهيك، ووصلت معه إنه يقولوا له معه احتشاب القلب يعني وغسيل كلاوي وهيك كله بس من كورونا، يعني آخر الشيء ما بقى يعني ما بقى يطلع شيء هون بإيدهم، حولوه على تركيا والشاب توفى تاني يوم يعني وقتها. بس طيب هلا انا رح ادرج من بين التوصيات انه للحكومه التركيه تسهل مرور المصابين او
المحتاجين عبر المعابر إذا كان الأمر طبي وفي تقرير طبي فيها. هل برأيكم هذا جيد نكتبه بالتقرير؟ أي ممتاز يعني. أوكي. نحن هون الأطباء عنا هني يعني حولوا لتركيا يعني. أوكي. بعد ما دخلنا مثلا للأزمة صار مثلا في عنده كتلة في الدماغ فقالوا لنا ضروري أنتوا تاخذوا لمشفى بتركيا. طيب يا صبايا هلأ يبقى أنا لازم نختم هلأ خلال مدة دقيقة واحدة لأنه هيك عاطين الإعلان. ممكن لو سمحت إنه تفضلي شو نطلب كنت تحكوا تفضلي. نطلب إنه يكون في دعم للعائلات اللي عنده أطفال ما تقدر تأمن لها الحليب أو الدفا يعني بالأخص بهالشتوي وبهالغلاء اللي صار عنا. فقصة العائلة اللي عندها أطفال صغيرة بتحتاج حليب لحفوضات دفأ إن الدفية في كتير عنا عائلات هيك بإدلب يعني حنطلب كمان دعم لهاي العائلات. أوكي طيب في شيء تاني صبايا؟ طيب أنا رح أشكركم كلياتكم هلأ. كل الحكي هلأ اللي حكيته أنا قدرت هلأ لخصه بحوالي 15 مطلب أساسيين: اللقاحات، الدعم المالي للمحرر بشكل عام، زيادة عدد المشافي لأنه هلأ في عنا 7 مشافي بس، المشافي الخاصة إذا منقدر نعمل لها شيء معين لحتى تخفض شوي الأجور لإلها، عنا إصابات كبيرة بمرض السرطان وما في إمكانية للتحاليل والصور الشعاعية وغيرها إذا بصير عيادات خاصة بهذا الجانب، ما في حتى التحاليل وغيرها. هلأ الصبايا نحن عملنا اللقاء كان وحلو كتير كتير منكم ومشكورين. هلأ بالفعل أنا لأني شوي بعيد عن البلد فأنه استفدت أنه عرفت عنكم بعض الشغلات ورح فاجئكم أنه إلكم أنه أنا مندهش أنه الوضع بإدلب كويس لهالمرحلة. يعني كنت متخيله أسوأ بكتير، يعني كتير كتير كنت متخيله أسوأ لأنه عنا بأمريكا ببداية الأحداث اللي صارت كان وضع كارثي وما معقول وصفه. هلأ يعني صار أحسن بكتير بكتير، هلأ يمكن هلأ أحسن دولة هلأ بهذا الموضوع، بس كان كمية الناس اللي توفت شيء مرعب. يعني كان قدام أي مشفى تلاقوا في سيارات البرادات اللي هي عم تنقل ناس بالوفيات، كان الوضع مخيف تماماً، والعالم من خوف اللي عنده ما حدا يسترجي يطلع لبرات بيته. يعني حتى المدينة هون عنا بسموها من مدن ما بتنام أبداً أبداً، صارت المدينة هي صامتة والساعة مثلاً 4. يعني أنا مثلاً من بيتي لمركز منهاتن مطرح هاي الأبراج الكبيرة بتشوفون بالتلفزيون بده حوالي ساعة ساعة ونص لحتى أوصل بظل العجقة السيارات. صار لحتى أوصل لهونيك تأخذ معي حوالي قريب الشي ربع ساعة أو 20 دقيقة. يعني ما في سيارات أبداً بالشوارع، فحالة خوف كاملة. هلأ وقت عم أسمع أنه في مشافي بإدلب، هذا شغلة كويسة أول نقطة، في مشافي شوي عم تأخر بالمرضى. أنا يعني كمان شايفة هذا أمر متوقع لأنه هلأ مثلاً في دولة مثلاً مثل كندا عم يأخروا، بس بالكورونا ما أخروا. فمشان هيك هلأ بدنا نكتب الصيغة عنا بالتقريرنا نوضح بشغلات تفصيلية، وفي بعض الأطباء رح يساعدونا بكتابة التقرير ليكون بأفضل شكل ممكن. وهلأ أنا برجع كرر الرسالة أخونا أسامة أغي، هو مدير مينار بريس، عرض على أي حدا منكم هلأ كصبايا نسوا أنتوا إبراهيم، إذا حدا منكم بيحب يكتب تقرير باللغة العربية على الندوة هلأ اللي صارت بين بعضنا ونقاشاتنا، وتحطوا ملخصات أنه شو الشيء اللي كان بدكم إياه وبينشرها أخونا أسامة. وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على القسم الإنجليزي، عم نشتغل مع المؤسسات الدولية نوضح. إذا حدا منكم ما بيريد أنه يطلع اسمه ما بنذكر اسم، إذا بدكم نحط الاسم نحط الاسم. واللي حاس منكم أنه عنده مواهب ممكن يقدمها بشكل معين خارج الإطار هذه المحاضرة، أنه هاي صافي عندكم أخونا إبراهيم هو من اتحاد الديمقراطيين، ممكن تتناقشوا معه بشغلات أنه ممكن تقدروا تنفذوها.
نحن ما عندنا مصاري كثير مثل مؤسسات كبيرة، بس عندنا شيء وحيد إنه عن أخلاصنا بالسورية بشكل جيد، عم نحاول نقرأ كل الأبواب لنقدر نساعد. والسنة الماضية ربحت صبية صغيرة من العمر اسمها مريم جائزة الطفلة الآسيوية، والسنة اللي قبلها في صبية اسمها سما حجازي كمان ربحت جائزة الطفلة الآسيوية. وبسنة 2017 في شاب اسمه محمد الجندي أخذ مثل ما يعادل جائزة نوبل بس للأطفال، هي للسلام بسموها، بالسويد ساعدنا لحتى يسافر وقدم كل الأشياء. كمان سما ساعدنا لتسافر على تايوان وعملت شيء. فاليوم إنه الأصوات منكم مميزة بثقة وبقوة، نحن بنحاول قوية بقدر الإمكان، ونحن صوتكم لبرا. يعني شو فينا نقدر نساعد نحن بنساعد، بس أنتوا علمونا لأنه نحن ما بنعرف شيء. تاز ممكن تاز طلب معلوم. كمان طلب صغير تفضل أستاذ. يعني حاليا نحن هلق نازحين، وبتعرفوا يعني وضع النازح كيف بيكون، يعني إنه لق 3-4 سنين نازحين ومهجرين برا ضياعنا برا بيوتنا. يعني بنتمنى منكم إنه دعم للعائلات الأسرية أهم شيء. صح وبدنا دعم للمشافي، بس العائلات يعني بحاجة لهالدعم، خاصة النازحين هوني بإدلب وبرفق إدلب الغربي. يعني هاي أهم نقطة، نتمنى إنه هيك يعني يصل صوتنا لبرا. بعثوا لنا تقرير حول المناطق اللي ما يصل لها على الدعم، مشان احنا نكتب واحنا نقدر نوصل للأمم المتحدة، ونقدر نوصل منظمات دولية، كمان نقدر نوصل للحكومة التركية ممكن تساعدنا وتسهل لنا عمليات إغاثة من جمعيات الموجودة الخيرية. لاحظتم؟ استاذ حاليا بإدلب المدني وريفة كل يعني موجودين ناس بعضونا اللي ما عم يستفيدوا من المساعدات. هاي واحدة. اثنين، قبل ما أطلعنا بس أحب أذكر الأستاذ عصام خوري إنه ضروري تتصل عليه بعد إغلاق الجلسة مشان الحوار. بالنسبة للمنظمات أستاذ، بالنسبة للمنظمات يعني موجودة عنا كتير بس ما بتصل عنا نحن العائلات. منظمات بتجي لعنا كتير وبتسجل وبتجي على البيوت وبتروح وبتأخذ. فهمت عليك، أنا ما بقصد ماما. عنا منظمات كتير بس ما بنستفيد منها شيء. فهمت، ما بقصد منظماتكم، أنا أقصد المنظمات الدولية، منظمات الخيرية الموجودة بتركيا وبرا تركيا، ما قصدت يعني المنظمات. نحن بالنسبة هون إن والله العظيم يمكن من سنة ما مثلا ما شفنا مثلا كيلو رز أو كيلو سكر أو مثلا شيء فات على البيت. حتى هلأ ربطة الخبز صارت. أصدق ماما يعني مثلا العيلة بعرف بي فساد واسع ماما، بعرف وهذا لازم يشتغل يعني مشان ما يجيك من الأخير. احنا ما احنا مرتبطين بمؤسسات يعني هلق نحن عندنا هلق نحن ربط صارت ب4 ليرات، والعيلي مثلا مثل نحن اليوم ربطين او 3 يعني دوبه يكفيها يعني. والمنظمات خالص ما عم بتوصل شيء للعالم، خصوصا للنازحين اللي يعني تهجروا، بتعرفوا انتوا دشروا بلادهم ورزقهم واراضيهم ووطنهم. ماشي ماما، انتوا بعثوا لنا تقرير بهاي المساله واحنا ننشر ونوزعه، والاستاذ سامي ترجمه للانجليزي كمان يوزعه. الله يجزيكم يعني خير يا رب. هلا بيك ماما، هلا بيك، يلا تحياتي لكم جميعا. الله معك اسامه. طيب يا صبايا، في حدا اسا قادر يضيف شيء ولا برايكم هيك كويس؟ طيب هلا انا بتخيل هيك، بعتقد الصبي مريم حكيت الشيء اللي لازم كان نطلبه نحن، دعم عن جد للعائلات اللي موجوده هون ما عم تستفاد. يوجد دعم لمدينه ادليب بس مو لكل الناس، مو بس للنازحين ما في دعم، كمان للناس اللي عايشه ضمن ادليب. يعني انا من ادليب المدينه فماني هوني مستفاده من اي شيء لاني انا ماني نازحه ضمن ادليب، وعد انا من المدينه. طيب علا، طيب هلا صار واضح هذه الاشياء. هلا استاذ يعني والله بدي اوصل لك يعني شغلي، انه مثلا في هون عائلات عندنا هون مثلا شغل ما في للزلم، مثلا النسوان ما بتحسن تشتغل، الاولاد بدهم المدارس بدها دعم، مثلا البيت بده، والغلاء اللي صار يعني
العالم يعني حق ربطة الخبز مثلا في بعض عالم ما يحسنان تجيب. طيب مريم يعني الغاز الكريم إذا ممكن مثلا مثل كنا ناسحين هلق عم نستأجر البيت $50 هلق أقل بيت غرفة ومنتفعات عم ياخذوا منا $50. يعني نحن فعلا الناسحين عايشين بأزمة كبيرة، ونحن يعني حابين نوصل هالشيء لكم. يعني أزمة مرت علينا خصوصي هلق بالشتاء، يعني مثلا هلق الأولاد الصغيرين بدهم تدفئة غصب، طن الحطب 170، المازوت ما بنحسن خالص نحطه 170. يعني مثلا هلق قديش الزلمة بيروح بحطب مثلا يكون وبيجيبهم يدفي أولاده. يعني احنا حابين نوصل هالفكرة لكم. ماشي مريم، هلأ الحطب 170 ليرة، يعني قديش هذا بكفيكم؟ $170 استاذ. $170 ايه لا قديش المازوت ما بنحسن نقرب عليه خالص. يعني هلق مثل اللي عنده جوزة بيروح بحطب من هون ومن هون عودان هيك وبدفي أولاده، كتير عندنا هالمشكلة. طيب هلا ال 170 بتكفيكم كل الشتويه ولا قديش؟ طبعا لا، مثلا العيله اذا بدها تشغل صوبه كل الشتويه بدها طونين حطب مثلا، وما في يعني من ال 170 دولار مين بده يجيب هذا فورا طون يجيب $170 استاذ. بقول لك عندنا الخبز الربطه باربع ليرات، يعني العيله بدها 3 ربطات بالنهار. طيب يعني والزلمة إذا ما في شغل منين بدي يجيب؟ طيب مريم هلأ أنت ذكرتين بس نقطة، أنه قلتي العمل للرجال ما في، بس أنه للنسوان في شيء أعمال لإلهم؟ ولا بالعكس أستاذ، إذا الزلم ما لهم شغل نسوان ما في. مثلا بيجي مثلا حواش زيتون أبو 10 أيام بتشتغل المرأة بالآجار، إذا رادت يعني تطلع الزولادة واعين بتأمنهم عند حدي، بتحوش 3-4 أيام بتشتري مثلا زيتونات للأولاد، زيتات يعني شيء يكفيها 10 أيام، هاد يعني إذا بدها تشتغل المرأة. أستاذ إذا ممكن بثني أنا على الأنسات اللي عم يحكوا، إنه هلأ إحنا هون بإدلب عنا أهم شيء، يعني صار متطلبات الإنسان عنا هون أدنى شيء إنه هو يطعمي أولاده، ينسى حاله بس إنه يطعمي أولاده. الشيء الثاني بشكل خاص نحن الصبايا الموجودين هون يمكن عم نفتقد لفرصة عمل، سواء معنا شهادات أو حتى ما معنا. يعني أنا مثلا صلي فترة زمنية منيحة قبل ما أتخرج، يعني عم بسعى على شغل بشهادتي. طبعا كالعادة إنه بدك واسطة وبدك معارف في المنظمات وبالمدارس، ولحتى يوصفوك بمدرسة أجارة بالنهاية $50 بالشهر أو $75. فإذا ما نحكي بموضوع نحن الصبايا الموجودين هون بشكل خاص، إذا يتوفر لنا فرص عمل كمان يعني بيكون شيء كتير مهم ومنيح. عظيم. هلأ نور بس ذكريني أنت لوين مخلصة بالدرس؟ هلأ أنا تربية معلمة. تربية سوري، يا هذا شفت تسويق إلكتروني. طيب نعم ماشي. هلا تسويق الكتروني، خلينا نشوف حدا هلا نسال عن الموضوع. طيب هلا الصبايا، هلا بالنسبه للفرص العمل في شيء هيك مشاريع صغيره عم تصير، في منظمات عم تشتغل مشاريع صغيره إلى علاقة بموضوع أنه تشتغل المرأة بالبيت، أشغال يدوية يحاول تبيعوها بتركيا أو شيء؟ إيه أستاذ، في منظمة الآي واي دي عملت يعني هيك فترة قصيرة مدتها 35 يوم خياطة كمامات. أوكي. إيه طبعاً أنا سجلت على الرابط واشتغلت فيها 35 يوم وخلص العقد. وبيجددوا العقود هن ولا ما بيجددوا؟ نعم استاذ، ممكن يجددوا العقود هن ولا ما بيجددوا العقود؟ لا استاذ خلص هاي مدتها، ما بيجددوا العقود حسب المنظمة. طيب يبقى هلا رح هو فكرة كويسة قالتها الأنسة، انه بحيث نعمل بحال صار انه الصرفة عمل مشروع بخص دعم لفيروس كوفيد 19،
حملة توعية، بالإضافة ممكن يكون توزيع بعض الأدوية أو بعض المواد الوقاية يعني لهون الأهالي هون، وممكن نكون نحن مأشرفين على هذا المشروع. هلا هو المشكل القانونية، وقت اللي بده يصير هذا الشيء بده يكون في مؤسسة مرخصة وعم تشتغل بالأرض عندكم. هلا نحن موجودين بأمريكا، نحن بنقدر نوصل الصوت وندعم المؤسسات اللي عم تشتغل بتركيا، يعني مثلا في أكثر من مؤسسة نحن عنا صداقة معهم، بس ما بعرف قديش قوتهم هن بالعمل. اللي عم نفكر نحن فيه إنه نحط هذه التوصيات وبركي نقدر إنه نأمن لهم دعم لهذوك المؤسسات لتفتح مشاريع. إذا فتحت المشاريع ممكن يحكوا معكم تجوا تشتغلوا أو تعملوا شيء. وأنا بآمن بشغلة كتير مهمة، إنه المرأة ما نضعيفة عنا ببلادنا. يعني صحيح هو المجتمع شوي ذكوري أكتر، هو صاحب سطوة، بس المرأة هي الجامعة البيت. فإذا قدرنا نحن نأمن فرص عمل لإلكم بيكون كتير كويس عبر هذه المنظمات. فهلأ رح أحط من توصيات أنه نحاول نعمل مشاريع صغيرة، بركي عسى ولعل يعني يا رب أنه يقدروا يوصفوا حدا منكم يصير شيء معين. بالجانب الإعلامي بدنا نحاول كمان، يا ما بعرف لكم، ما فيني أعطيكم وعود، في بعرف كتير بيجوا لعنكم ناس بيعطوا وعود وبيعطوا وعود والنهاية ما بيتنفذ شيء. نحن ما رايدين نعطي وعد وما يتنفذ. اللي نحاول نقدر عليه نقدر نوصل صوتكم، هذه أول نقطة. والنقطة الثانية منشوف مندق كل القنوات عسى ولعل نقدر نعمل شيء. الشغلات البعيدة ممكن نلجأ لحتى حدا نوظفه بشغلات بسيطة يعني، بس ما نتوظيف دائم يعني. إذا صار عنا شيء عقد بسيط لمدة كام أسبوع كام كذا نحاول نمرق شغلة صغيرة. يا ريت أستاذ، يا ريت، ما عنا مانع نحن منخبر يعني عنه. بالعكس نتمنى هالشيء نشتغل يعني، مثلا صرنا شغلي نشتغل نستفيد منه، مثلا بس شوي نتنفع نعيش أولادنا. احنا ما عنا مانع، بالعكس الشغل مو عيب. يا ريت استاذ، الله يعطيكم العافيه اللي بتحسنوا عليه يعني. سلام يا رب. استاذ انا كمان بقترح انه لازم تصير فرصه انه يعملوا مشروع خياطه للبنات اللي ما كف الدراسه، للنسوان اللي بارك ببيتها، انه مشان تعيش اولادها، والبنت مشان انه مزبوط. هيدي نحن نسميها المشاريع الصغيرة بسموها، يعني بيعطوا عليها تمويل بسيط، بركي بيقدر مجموعة من النساء يعملوا مشروع مشغل أو أي ورشة صغيرة، يحاولوا يعني يأمنوا منها مدخول بسيط لحتى تزبط يعني. بس صحيح أستاذ، نحن هون على أرض الواقع يعني، نحن هون بمدينة إدلب أو حتى بالريف، يعني على علم وعلى دراية مظبوط كيف ممكن يكون المشروع يندار يعني، مثل ما بيقولوا من أرض الواقع. ما فينا أنه مثلا شخص تركيا أو شخص بغير مكان يدير مشروع. فهاي النقطة عم أقول لك عليها، أنه نحن يكون مشروع صغير، لأنه نحن الصبايا الموجودين هون نكون لكم الشاكرين يعني. طبعا أنتم تكون توصلونا صوتنا، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يا رب. طيب يا صبايا، أنا بشكركم جميعاً. إذا حدا منكم حابب يحكي أي شيء كون سعيد. وبكل الأحوال يبقى رح نختم هلأ الجلسة، صار عندنا هلأ أكثر من مقترح، رح ضيفهم لباقي المقترحات بالاجتماعات اللي عم نعملها نحن بأكثر من مكان. وإن شاء الله موفقين بحياتكم وبوصولنا أولادكم كلياتهم، وإن شاء الله تكون صح لهم أيام أحسن مننا ومنكم. الله يعطيك ألف عافية أستاذ، ويجزيكم كلياتها يا رب. ماشي يا صبايا، مشكورين جدا جدا، وسلامي لكل عيالكم، وإن شاء الله كلياتهم موفق معكم. الله يجزيكم، الله يعطيك العافية أستاذ، يجزيك الخير يا رب. الله يعافيكم يا رب. يلا سلام يا جماعة، مع السلامة. السلام أستاذ، آمين، أعطيكم العافية. الله يعافيكم. هلا، باي باي.